وإلى تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث اعتبر الكريملين أنه حقق بعض أهدافه بعد 100 يوم على بدء العمليات العسكرية على أوكرانيا، منها تحرير العديد من القرى. وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن العملية ستتواصل حتى تحقيق كل أهدافها العسكرية الخاصة. إلى نقطة اللاعودة وصلت الأزمة الروسية الأوكرانية بعدما أتمت اليوم يومها 100، خاصة مع تمسك كل طرف بموقفه في المفاوضات وسط توقعات باستمرار العمليات العسكرية الروسية على أوكرانيا. 24 من فبراير الماضي كان شاهدا على إطلاق العملية العسكرية الروسية بأمر من الرئيس فلاديمير بوتين للدفاع عن منطقة دونباس شرق أوكرانيا، بعدما أقر باستقلال دونيسك ولوهانسك قبل 3 أيام من الأزمة وإعلانهما جمهوريتين انفصاليتين. وفي خضم الأزمة أقدم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على شراء أسلحة لتسليمها إلى كييف للدفاع عن أرضها، بالإضافة إلى فرض عقوبات اقتصادية صارمة تم تشديدها خلال 100 يوم الفائتة. الخسائر العسكرية والمادية والبشرية طالت طرفي القتال، فخلال أشهر الأزمة سيطرت روسيا على 20% من أراضي أوكرانيا طبقا لتصريحات الرئيس زيلينسكي، حيث قامت القوات الروسية بتدمير عدد من المدن الأوكرانية والسيطرة عليها، ولعل أهم هذه المدن ماريوبول التي شهدت تدمير ما يقرب من 90% من أراضيها. واستسلمت القوات الأوكرانية داخل مصنع آزوفستال الذي كان آخر نقطة للدفاع عن المدينة لتسقط تماما في 20 مايو الماضي. إلى ذلك تتأزم المفاوضات وتتعنت الأطراف وتتداخل قوى خارجية، وربما تبقى الحرب 100 بعد 100 مع انسداد أفق إعادة إطلاق المفاوضات وأمل في وضع سيناريو يمكن الطرفين الروسي والأوكراني من التوصل إلى حل وسط ينقذ الجميع وينتشل العالم من أزمته. Санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года. Kremlin's objectives are not limited to Ukraine. Спільний захист наших цілей. Це важливий елемент саме тієї сили, яка робить свободу. Тому що ми думаємо, що це не цілі. Це тут случай, коли ми повинні з метою посилення угрупування з території Російської Федерації ворог передислокував 2 батальйони тактичної групи зі складу Кримського.
ракетами воздушного базирования поражены 3 пункта управления, 36 районов сосредоточения живой силы военной техники вооруженных сил Украины, самоходный артиллерийский дивизион 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Солидар. They want to join the European Union. We've heard it over and over again. I think it's not only our strategic interests, but it is our moral duty to make it possible that they join our European Union and that we pave the path towards our union. Порту нафти з Росії, і я вдячний усім. استقبلت روسيا أكثر من 20,000 شخص، بينهم أكثر من 3,000 طفل تم إجلاؤهم من المناطق الخطرة في أوكرانيا ومنطقتي دونيتسك ولوهانسك بدونباس خلال الساعات 24 ساعة الماضية. وفي بيان لمركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي، أوضح أن إجمالي عدد الذين تم إجلاؤهم منذ بدء العمليات العسكرية وصل إلى 1,615,457 شخصا، من بينهم 263,004 أطفال. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الأسطول الروسي في المحيط الهادئ بدأ سلسلة من التدريبات تستمر أسبوعا بمشاركة أكثر من 40 سفينة وما يصل إلى 20 طائرة. وفي بيان قالت الوزارة أن التدريبات التي ستجرى بين 3 و10 من يونيو ستشمل أيضا مجموعات من السفن والطيران البحري تشارك في عمليات البحث عن غواصة معادية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات الأوكرانية قد حققت بعض النجاح في قتالها ضد الروس في مدينة سيفيرودونيتسك. وأضاف الرئيس الأوكراني في خطاب بالفيديو أن الوضع العسكري العام في منطقة دونباس لم يتغير خلال 24 ساعة الماضية، وشكر زيلينسكي في خطابه الرئيس الأمريكي جو بايدن لتعهده بإرسال صواريخ متطورة، لافتا إلى أنه يتوقع أخبارا جيدة بشأن إمدادات الأسلحة من شركاء آخرين. قال مستشار للرئيس الأوكراني إن كييف لا تخطط لاستخدام قاذفات صواريخ متعددة تتلقاها من الولايات المتحدة لمهاجمة منشآت في روسيا. وأضاف المستشار ميخاليو بودولياك أن بلاده تشن حربا دفاعية ولا تخطط لاستخدام منظومة MLRS لمهاجمة منشآت في موسكو. Они нас будут ненавидеть еще хуже. Не только нас, Украину, да? Они будут ненавидеть весь западный мир. Они его и так сейчас ненавидят. А так будут просто вообще с ума сходить от ненависти к нам. Вы хотите получить реально ядерную войну через какое-то время? Вы ее получите. Потому что они будут понимать, что конвенционально обычными вооруженными... أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن روسيا تحقق الآن في نجاح تكتيكيا في منطقة دونباس شرق أوكرانيا على حساب تكلفة كبيرة في الموارد. وفي بيان أكدت وزارة الدفاع الأوكرانية أن موسكو فشلت بعد 100 يوم من العملية العسكرية في تحقيق أهدافها الأولية بالسيطرة على العاصمة كييف، واضحا أن 90% من منطقة لوهانسك تخضع لسيطرة روسيا، ومن المرجح أن يتم السيطرة على لوهانسك بالكامل في غضون الأسبوعين القادمين. أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على مجموعة من المقربين من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من بينهم المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا. وذكرت وسائل إعلام أن العقوبات تستهدف أيضا عددا كبيرا من اليخوت التي يستخدمها الرئيس الروسي بانتظام.
عززت صربيا علاقاتها بموسكو عبر اتفاق لاستيراد الغاز منها. وأعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أن بلاده وقعت على تمديد اتفاقية للحصول على شحنات غاز روسي بأسعار مخفضة لثلاث سنوات، مضيفا أنها أفضل صفقة في أوروبا على الإطلاق. أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا العملية الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 724 قتيلا ومصابا، وذلك منذ بدء العملية. وفي بيان قال مكتب المدعي العام إنه حتى اليوم قتل 261 طفلا وأصيب 463 آخرون. وأشار البيان إلى أن هذه الأرقام ليست نهائية، موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال تم تسجيله في منطقة دونسك وبلغ 187 طفلا. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين روسيا والدول الأفريقية تمر بمرحلة جديدة من التطور، مشيرا إلى أن بلاده تولي اهتماما كبيرا بتطوير العلاقات مع أفريقيا. وخلال لقائه مع رئيس الاتحاد الأفريقي رئيس السنغال ماكي سال، أوضح الرئيس الروسي أن حجم التبادل التجاري بين بلاده والدول الأفريقية قد ارتفع بنسبة تجاوزت 34% في الأشهر الأولى من العام الجاري. من جانبه أعلن رئيس الاتحاد الأفريقي أن العقوبات المفروضة على روسيا أدت إلى حرمان الدول الأفريقية من الحصول على الحبوب والأسمدة، مشيرا إلى أن هذا أدى إلى تفاقم الوضع في مجال الغذاء.